ومن يد لأخرى يتبادل أبطال الكويت شعلة الفوز والنجاح في بطولاتهم الصانعة للإنجازات. وانطلاقا من أسمى الألقاب والعبارات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور البطل عبدالله الحربي الفائز بالمركز الثالث والحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للمبارزة للناشئين والمقامة في الفلبين. فبكل فخر وحماس هنأ المغردون اللاعب الحربي متمنين له مزيدا من البطولات الحافلة بالفوز والنجاح.